الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهارده معادنا في الجزء الثالث من الرصف الصلب او الريجيد بيفمنت، خاصه فيما يخص بجزئيه الرصف الخرساني. وكبدايه بسيطه هنشوف زي شكل تخطيطي للبيفنج ده. بس الاول ملف بسيط كده بيوضح ممكن يكون اشكال اللي قد تكون محتملة للرصف المستخدم مثلا في المحطات. هنا موجود لما يكون هيكون غالبا في منشآت موجودة، وبيوضح لك في الليجند او في الرموز هنا اللي موجودة، زي هنا الاسفلت بيفنج رود شولدرز، هنا في الكونكريت بيفنج لايت ديوتي السمكة بتاعته 10 سنتي، لو في الهيفي ديوتي طبعا زي ما انت شايف اللي هو الشكل ده حوالين المنشآت وكده او الخزانات، في كونكريت بيفنج هيفي ديوتي والسمكة في 20 سنتي، او في جرافل او في كراشد اجريجيت زي ما انت شايف هنا في الشكل ده. طبعا ده زي ما انت شايف كلير فايت تانك وده بامب تانك، ايا كانت المسميات ايه مش بتفرق. فزي ما يكون في هنا الرصف الصلب على كامل المسطح ده، وبيكون في ميول ناحية الخنادق اللي موجودة، غالبا الخنادق دي بتجمع المياه وترميها لغرفة تجميع مياه وبعد كده بيتم صرفها خارج المحطة. ده شكل توضيحي برضوك تاني بين الهيفي ديوتي واللايت ديوتي. طبعا هنا في اللايت ديوتي او الاحمال الخفيفة شوية ممكن تعمل البلاطة 10 سنتي، ويكون جواها شبكة واحدة من التسليح من الواير مش. والهيفي ديوتي بيكون فيه سماكة الخرسانة 20 سنتي، وبيكون فيه طبقتين من شبكة التسليح، وبعد كده بيكون تحتها في طبقة البيس كورس وفي طبقة السب كريد. البيس كورس والسب كريد ديت برضو كصورة توضيحية تانية بتوضح هنا زي ما يكون فيه هنا أواعد، في هنا مثلا خزانات كلها صناعية الموجودة الأواعد. أهم حاجة إنه يكون فيه ميول غالبا بتتجه ناحية الترنش أو الخندق، وغالبا بترمي لغرفة التجميع المية كلها بميول ناحية غرفة ناحية الخندق. ديت الصورة توضيحية شوية للكونكريت بيفنج ازاي بيكون موجود. طبعا ده منشآت موجودة، دي قواعد ايا كانت اللي موجودة، فهو بيقسمها ل اكسبنشن جوينت، هنا اكسبنشن جوينت، هنا اكسبنشن جوينت، هنا هنا موجودة، هنا موجودة، هنا موجودة، بيقسمها على حسب الديزاين اللي موجود لإكسبنشن جوين. طبعا كل منطقة بيحاول تعملها بميول بحيث ان هي تتجه في النهاية للترنشز اللي موجودة. هي موجودة زي ده ترنش موجود هنا، زي ده ترنش موجود هنا، زي ده ترنش موجود هنا، وزي ده ترنش موجود هنا. ده صورة تقريبية بسيطة للترنش اللي موجود، بس هو متغطي شوية بشكل وورد بليد. ده بيلمي زي ما انت شايف جزء المية اللي ممكن اللي هو موجود ده بسيط، المية بترمي هنا والمية بترمي هنا وكلها في النهاية بتتجه لغرفة التجميع المية. دي صورة تقريبية، وده صورة تانية بتوضح انه بيكون في نهايات بلاطة البيفنج بيكون في زي عمق زيادة للبيفنج بحيث ان هو يدي له جساء على الاجزاء الطرفية، او زي كونكريت هامش في النهاية بتكون على شكل حرف اللي تقريبا كده، ويكون في سيخين تسليح تحت وفي سيخين تسليح واحد او حسب ما يكون في الديزاين اللي موجود. ده شكل الرسومات التقريبية اللي بتوضح. بعد كده نبدأ بالرسومات او بصور التنفيذ. طبعا ديت بيس كورس طبقة خلاص تم دمجها وصلت للنسبة المطلوبة في الكومباكشن او الاف دي تي تيست. هنا دي طبقة اتش دي بي اي لاينر، طبعا احد انواع الجيو سنتاتكس اللي موجوده، وهنا مستخدم طبعا عشان ما يسمحش بالتسريب تحت. هنا ده طريقه لحام ال اتش دي بي اي لاينر، هنا طبعا مستخدم في طريقتين مستخدمين للحام اللاينر، في طريقه اللي هي اسمها اكستروجن زي ديت موجوده في الصوره، وفي طريقه ثانيه اللي اسمها ماكينه الهوت ويج، دي زي ديت بيستخدم زي ان هو عشان يعمل تلاحم لطبقتين من اللاينر. ان شاء الله هنبقى نرجع لها في فيديو تاني نوضحها بتوسع اكتر ان شاء الله باذن الله. لو تم الانتهاء من اعمال اللحام هنا كان تم التحقق من جودة اللحام
عن طريق السبارك تيست، زي ما انت شايف فرشة كده بيمشيها على اللحام، وبحيث ان هي لو اصدرت صوت فيعرف ان في تجويف او في فراغ او في فتحة موجودة في اللحام، وانه هو غير صالح ويرجع يعد ولازم يرجع يتلحم مرة تانية. ده بالنسبة للحام ال HDPE تحت طبقة البيفنج. بعد كده ديت صورة لألواح البروتكشن بورد او الفيلر بورد اللي موجودة، غالبا ابعادها زي الواح البليود اللي موجودة متر 22 في 2 متر 44، ودي مستخدمة لو احنا بنستخدمها ك في الاكسبانشن جوينت او في الايسوليشن جوينت حوالين الاواعي. ديت صورة للاكسبانشن جوينت اللي احنا شفناها قبل كده، بيكون حديد التسليح بطول كافي جوه البلاطة اللي موجودة، والطول التاني بنبقى نحط عليه زي ماسورة بلاستيك اللي احنا بنقول ان هي بحيث ان هي تسمح بالحركة. ديت الصورة اللي احنا كنا قلنا عليها، ده طبعا ده جزء الحديد التسليح اللي موجود بطول رباط موجود جوه البلاطة اللي اتثبت، والجزء التاني طبعا اللي احنا قلنا بيتغطى بيتجيب له ماسورة كده وبيتقفل طبعا من بره بتيب بحيث ان هو مفيش خرسانة تدخل جواه. وده طبعا شكل الخطوط او الخيوط اللي موجودة ديت، بحيث ان انت تساعدك اثناء الصب في توجيه الميول الخرسانة ناحية الميول اللي انت عايزها. دي صورة تانية، ديت طبعا بتعمل عند الاكسبنشن جوينت بتعمل جانب الخرسانة، وده برضو هنا في اكسبنشن جوينت طبعا في هنا اعمال ما انتهتش، فاضطرتنا ان احنا نعمل كونستراكشن جوينت في المنطقة ديت بحيث لغاية ما احنا نوصل لمنطقة الاكسبنشن جوينت. ده شكل الكونستراكشن جوينت. طبعا هي بس ان انت الفكرة ان انت بتسيب طرف رباط حديد التسليح او شبك حديد التسليح بحيث ان هو يترابط مع المنطقة الجديدة اللي انت هتصب فيها، وبتعدي ما بين الخشب. طبعا دي الطبقة اللي فوق ودي الطبقة اللي تحت، زي ما قلنا طبعا لما يكون في حالة الهيفي ديوتي بتعمل شبكتين تسليح. دي صورة تانية برضو، كما بيكون في لازم تهتم. وزي ما قلنا يا شباب انه بيكون في حالة الكونستراكشن جوين بيكون في شبكة فوق وشبكة تحت. وده شكل اللي ما يكون في اثناء الصب، يراعى ان انت طبعا يكون في الخيوط او الخيط بحيث ان انت يكون توجهه للميول اللي انت محتاجها وفي اي اتجاه انت محتاجها، وده مهم جدا. ده كان شكل شورة الجوينت اللي احنا شفناها قبل كده. دي طبعا صورة الفيلر بورد اللي احنا كنا قلناها قبل كده ووضحناها في صورة سابقة. ده بس التفصيلة اللي هنا اللي بس كنت حابب اقول عليها، ان ما يكون في عندنا اواعد او ما يكون في زي بيدستر او ايا كانت المنشآت اللي موجودة جوه الرصف، بيكون في موجود فيه بروتكشن بورد او فيلر بورد حواليها، وبعد كده بتتفرغ بحيث ان هي تتملى بعد كده بالسيلانت اللي احنا عايزينه. ويفضل طبعا ان انت بيكون حواليها بتحط فيه زي زيادة للتسليح حوالين البيتستال او الاواعد اللي موجودة، وطبعا بيكون في سبيسر خرسانة تحت الشبكة وفي سبيسر خرسانة فوق الشبكة السفلية بحيث ان انت تعمل طبقتين لحديد التسليح او الواير ويش اللي موجود. ده اخر جزئية اللي هو الهانش اللي موجود في نهاية البيفنج بحيث يعطي جساء للبيفنج. ديت صورة اوضح شوية زي ما انت شايف على شكل حرف L تقريبا، يكون فيه حديد سخين حديد تسليح تحت وفي سخين موجودين فوق. طبعا الجزء ده بيتعمل فيما بعد حاجة اسمها بندول، ممكن نبقى نرجع لها فيما بعد. وحديد وفي موجود بالطول اللي موجود جوه البيفنج، وبيكون في السبيسر اللي موجود تحت والشبكة اللي موجودة فوق، وطبعا يفضل ان الواير مش نفسه بيمتد لنهاية الهانش اللي موجود هنا. وكده نكون وصلنا لنهاية او نهاية الجزء الثالث ده. ان شاء الله بيكون بس في جزء اخير او الجزء الرابع الاخير نتكلم فيه عن الاكسبنشن جوينت ونعملها ازاي ومادة الملء المستخدمة فيها ايه، وبرضك البيفنج سيلنت ان شاء الله، وايه المادة او احد امثلة المواد اللي ممكن تستخدم في السيلنت اللي موجود في البيفنج الخرسانة عند اشارة المرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.